أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. دائما في إطار تغطيتنا لفعالية المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية، يسعدني أن أستضيف ببلاتو القناة بالسيد عفيف الفريقي، رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية. أهلا وسهلا بكم سيد الفريقي. أهلا سيدة خديجة، شكرا على قبول الدعوة. شكرا، وأنتم كذلك شكرا على اهتمام الإعلامي بقضية السلامة الطرقية. مرحبا بكم. يعني قبل الخوض في الأسئلة، هل عرفتمونا بالمنظمة العربية نعم للسلامة المرورية باختصار؟ المنظمة العربية للسلامة المرورية هي أنشئت سنة 1980 تحت مسمى الاتحاد العربي للوقاية من حوادث السير، وعملت هذه المنظمة يعني كمنظمة يعني نص حكومية ونص أهلية غير حكومية، وعرفت نجاح وعرفت فشل، ثم تم تدارك هذا الفشل في سنة 1999 بإعادة إحياء المنظمة وضخ دماء جديدة وتطويرها لتصبح منظمة غير حكومية 100%، والحكومات والجهات الحكومية ممكن تكون تكتسب عضوية مراقب أو ملاحظ. وكان ذلك طبعا منذ نشأتها أن مقرها دائم في تونس، نظرا لقربها من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مقره دائم تونس. والمنظمة منذ إعادة تشكيلها تشتغل على كل الواجهات المتعلقة بالدفاع عن الحق في الحياة باعتباره جوهر حقوق الإنسان، واعتباره أثمن وأسمى الحقوق الإنسانية. لابد الإنسان أن يعيش بعدين يتحدث عن باقي الحقوق. إذا نحن نتحدث عن شيء معناها ثمين وهو الحياة. لذلك أن المنظمة العربية للسلامة المرورية تناضل يعني في كل المواقع حتى تقنع أصحاب القرار من ولاة الأمور في كل المستويات، الرؤساء والملوك والأمراء وكل السلطة التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية وسلطة الإعلام. الإعلام سلطة قائمة بحد ذاتها، أنهم كل يجعلوا من السلامة الطرقية والسلامة المرورية أولوية مطلقة في معناها هذه المرحلة بالذات، لأنه تراجع كثيرا منسوب ومستوى السلامة المرورية. أكيد. وما هي يعني القيمة المضافة من مشاركتكم في هذا المنتدى؟ يعني ماذا تنتظرون من مشاركتكم في هذا المنتدى؟ ويعني ما هي المخرجات التي يمكن أن يخرج بها هذا المنتدى في إطار يعني تحسين جودة السلامة الطرقية في أفريقيا؟ في الحقيقة أنا في البداية أريد أن أرفع تحية إكبار وإجلال وتقدير إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لأن هذه المبادرة وجدت من جلالته الرعاية السامية الكريمة، وهنا يتأكد أن هناك إرادة سياسية صادقة من أعلى مستوى هرم الدولة في المملكة المغربية الشقيقة، أن جلالة الملك مهتم بحياة الناس، وهذا يعتبر شيء كبير جدا، لأنه لولا هذه الإرادة السامية لما كان للسلامة الطرقية أن تتطور وأن تتقدم وأن تكون هناك استراتيجية وأن تكون هناك رؤية وأهداف وبرامج وهناك نتائج ملموسة ولو تكون نسبية. المهم أن هناك إرادة وهناك عزيمة على تجاوز، يعني تفكير جدي في تفكير جدي وتعاطي جدي مع القضية، ليست قضية مهمشة مثل ما يوجد في بعض الدول العربية. هناك معناها تهميش لقضية السلامة المرورية والحياة، والناس يموتون على الطرقات يوميا ولا أحد معناها يبحث عنهم ويسأل عن حياتهم. إذا لابد للسلامة المرورية أن يكون لها توفر لها الإرادة السياسية حتى نستطيع أن نحقق الأهداف المأمولة والمرجوة وتكون أوطاننا آمنة من حوادث المرور. لذلك أنا في الحقيقة رفعت هذه التحية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا من باب التبلق أو التزلف، ولكن هذا إحقاق الحق. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأعتقد أنه ما شاهدناه في هذا المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية هي مبادرة أولى. إفريقيا اليوم مصنف أخطر إقليم، أخطر منطقة في العالم، وب 26.6 من الوفيات في 100,000 شخص. يعني هناك إرهاب مروري، هناك إرهاب شوارع، إرهاب طرقات، حرب دائمة نتحدث عنها والكل ساكت عن هذه القضية. اليوم هناك يعني إيقاظ للشعور والمسؤولية لدى الأفارقة، ودعوتكم للوزراء في المغرب أنهم يجيوا وتتحملون معنا هذا العبء في التنظيم وفي أنه معناها
حشد هذا العدد الكبير من حول هذه القضية، قضية السلام المرية، يحسب للمملكة المغربية الشقيقة. في الحقيقة نحن فخورين بهذا التنظيم وهذا المستوى الرفيع من الحضور من الوزراء وكذلك القائمين على شأن السلامة الطرقية، سواء كانوا قطاع عام أو قطاع خاص أو قطاع مجتمع مدني. هذه الثلاثية موجودة في هذا المنتدى، وهناك كذلك تفتح العالم، لأنه اليوم قضية السلامة المرية قضية كونية، قضية عالمية، اهتمت بها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى غير ذلك. لما تشوف المقاربات التي ستعتمد في أفريقيا، هي مقاربة دولية من أجل حل قضية إقليمية اللي هي في القارة الإفريقية، يعني تداعياتها مهما كان تتكون سلبية حتى على باقي الدول. يعني اليوم تحب تعالج أنت مثلا الهجرة غير الشرعية، السلامة الطرقية لها علاقة. تسألين كيف؟ لأنه أنا لما أشعر بعدم الأمان في وطني، في بلدي، في إفريقيا، أنه الحق الأدنى وأبسط الحقوق هو العيش حياة آمنة، أنه حقك في الاستخدام الآمن للطريق غير متوفر، أن الطريق أصبح داخلها مفقود وخارجها مولود. إذا أنا سأبحث عن أرض ألجأ إليها أو أهاجر إليها. إذا الأوروبيين فاهمين المسألة هذه، فلابد من تغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكذلك توفير الأمان لهؤلاء حتى يستقرون في أوطانهم وبلدانهم. أكيد، وهذا المنتدى يعني هو فرصة لتبادل التجارب والخبرات يعني بين الدول المشاركة. هل قربتمونا من تجربة تونسية بصفتكم رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث السير على الطرقات؟ في الحقيقة هذا التجمع مهم جدا، في تلاقح وتجارب الأفكار والخبرات والنقاشات، ويعني تقليص البون الشاسع بين أفريقيا وأوروبا وأمريكا، القارة الأمريكية وبين معناها أستراليا إلى غير ذلك. مهم جدا أنك نتعلم ونرى ونصح من أخطائنا، ومن لماذا نحن فشلنا في هذا ونجحنا في هذا والآخرون نجحوا أكثر منا. يعني مهم جدا، ثم الاطلاع على أحدث الدراسات والبحوث والنتائج والحلول. تونس مثلا، الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات تعتبر جمعية عريقة، هي أم الجمعيات باعتبار أنها تأسست سنة 1962 ومنحت المصلحة الوطنية في تونس سنة 1965. هي التي أنشأت أول منظومة للفحص الدوري للفحص التقني للسيارات، كانت على ملك الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، وفي سنة 78 أحالتها للدولة. هي صاحبة عدة المبادرات وتجارب، كانت هي أول مالكة لأول شركة اللي تنجز العلامات، علامات المرور والشواخص وكل هذه الأشياء. يعني جمعية عريقة، معناها نشاط، وهي حاليا جمعية عندها 86 ألف منخرط ومتطوع. والحقيقة لنا علاقات جيدة مع المملكة المغربية، سواء مع الجمعيات الناشئة الجديدة أو مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. علاقاتنا تاريخية وقديمة وتعاوننا معناها كبير. وفي الحقيقة كذلك الجمعية جاءت لهذا المنتدى لتقدم تجربة أو مشروع، برنامج كبير طموح نجح في تونس، وهو البرنامج الوطني الشباب سفراء السلام على الطرقات. باعتبار أنه في تونس نسبة الوفيات في حوادث المرور، يعني الشباب مستهدف كثيراً، 48% من الوفيات حوادث المرور من الشباب. إذن قلنا لابد أن يكون الشباب هو الرافع للسلامة المرورية، من خلال أنه هذا البرنامج الذي يهدف إلى تكوين آلاف من الشباب اللي يكونوا متطوعين في السلامة المرورية عن طريق المجتمع المدني، ولا عن طريق المجتمع المدني يعني، لا بعيدا عن الحكومة. هناك شراكة مع الحكومة في إطار برنامج عقود برامج حسب الأهداف مع وزارة شؤون الشباب والرياضة، وكذلك مع عديد الوزارات الأخرى. هذا أطلق لها. ونحن الآن في المرحلة الأخيرة من بعد سنة من إطلاقه، كوننا 5000 متطوع. خفضت نسبة الحوادث؟ إي طبعا خفضت نسبة الحوادث، ولكن نحن نتحدث عن انخفاض سريع. نحن نحب الاستدامة، لا وكذلك خطر ملموس. يعني يمكن سنة معناها تقلص، ولكن إذا ما كانش من الاستدامة في العمل السنة القادمة يرتفع. إذن عندنا المرحلة الأولى 5000 متطوع يتولون إدارة جهود التوعية الميدانية، ولنا العديد من البرامج، منها مثلا المسنين كبار السن الذين أحيلوا على شرف المهنة. هؤلاء لهم طاقة وحماس، والإدارة عادة إدارة ليست لها حنين لأبنائها فتنساهم بمجرد أن يخرجون إلى التقاعد، فنحن نستقطبهم ليكونون هم الأجداد يديرون حركة المرور ويؤمنون سلامة الأحفاد. فكلهم أمام المدارس منظمين في أوقات معينة، هم ينظمون حركة الدخول والخروج لأطفال المدارس
وحسب احفادهم يدرسون في البرنامج ناجح جدا، لانهم عندهم ازياء خاصه بهم وتدريب وكتكوين، ومع قطاع التامين نحن نشتغل على هذا، ولهذا هناك تجارب متنوعه وباش نقدمها ونوضعها على المحك امام المنتدى الافريقي حتى يتبناها المنتدى الافريقي وتصبح هذه موجودة في كل الدول الإفريقية. نعم، وفي نظركم يعني ما الذي يجعل من إفريقيا يعني القارة التي تحتل الرقم واحد أو المرتبة العليا بالنسبة لحوادث السير، سواء من حيث عدد القتلى أو من حيث عدد يعني المعطوبين؟ ما الذي يجعل من إفريقيا يعني ما هي الأسباب التي تجعل أو أول شيء هو ضعف الوعي، حتى أنا أقول انعدام الوعي، خلينا نكون متفائلين، ضعف الوعي لأنه متفاوت من دولة إلى أخرى. ضعف الوعي نتيجة يعني نسبة الأمية مرتفعة، ثم الفساد المستشري في إفريقيا من خلال أنه الثروات يعني منهوبة من الدول العظمى ينهبون الثروات، ثم لا ينجزون المشاريع لأن الدول الإفريقية في الحقيقة غنية الثروات الطبيعية، ولكن الثروات منهوبة لأن لم يتم يعني تخصيص هذه المقدرات للارتقاء بهذه الشعوب. ولكن الأسئلة الآن صارت خطيرة جدا باعتبار أن معناها ارتفاع يعني عدد المركبات وأساطيل المركبات في القارة الإفريقية، أصبحت حياتهم يعني مهددة. المشكلة هل هي في البنية التحتية ولا في سلوك المواطنين؟ إفريقيا لا توجد فيها شيء، تحتاج بنية تحتية وتحتاج يعني أنه يستخدمون مركبات تكون مواصم آمنة مطابقة للمواصفات، لا تكون هي يعني مركز النفايات متاع السيارات في العالم. ثم المواطن الإفريقي يحتاج حقه في التربية والتعليم الذين يؤديان إلى الارتقاء بالوعي. لابد أنك تعلم المواطن حقوقه وواجباته، كيف يسير الطريق بالاستخدام الآمن، كيف يحمي نفسه، كيف يحمي الآخرين، كيف يتعايش في فضاء المروري ويعرف حريته تنتهي لما تبدأ حرية الآخرين. كل هذه الأشياء لابد أن تنشأ عليها هذه الشعوب، ونحن يعني هناك سنوات ضوئية في 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 معناها الفرق بين افريقيا حتى في داخل القارة، بين شمال افريقيا وبين وسط افريقيا وغربها وشرقها وجنوبها. هناك تفاوت. في نظركم سؤال اخير يعني وباختصار، هل هناك يعني فرصة لبلورة استراتيجية افريقية موحدة للسلامة الطرقية باختصار؟ طبعا الفرصة متاحة اليوم لما نتحدث في المغرب، وهذه معناها المجازفة، واعتبر انه المغرب كسب الرهان بأنه يجمع كل هؤلاء من أجل يعني رفع التحديات المتعلقة بحوادث الطرقات، توحيدهم على أرضية. ثم أنا نقول من منبركم الموقر أنه فرصة الآن للاتحاد الإفريقي، لابد أن يتحرك ويستفيد من هذه المبادرة ويجعلها ويؤسسها ويجعلها مؤسساتية من خلال المشروع الطموح الذي أعدته المغرب مع شركاء في إفريقيا في الاتحاد الإفريقي، أنه يتم وضع مرصد إفريقي للسلامة المرورية الذي يجمع البيانات والمعايدات حتى يمكن بناء استراتيجيات وخطط تنفيذية. تفكير يعني مشترك موحد طبعاً. إذا ما عندكش بيانات، إذا ما كنش عندك بيانات يعني فيابل، ما يكونش عندك بيانات عندها مصداقية، لا يمكن أنك ومؤشرات معنى جيدة، لا يمكن أن تبني استراتيجية، لا يمكن أن تبني مقاربة تكون جدية. يعني يمكن تجتهد، قد تصيب قد تخطئ، والخطأ أكثر من الإصابة باعتبار أنك أنت اشتغلت بالمصادفة. ولكن لما يكون عندك جهاز يجمع البيانات من كل الدول ويتابع وينسق العمل طريقة علمية، فممكن أن احنا نوصل. مثلا اليوم نتحدث عن التنظيم المؤسساتي للسلامة المرورية، والمغرب سباقة في أنها أنشأت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وهذا يحسب للمغرب كذلك. نتمنى أن كل الدول الإفريقية تصبح هي عندها تجربة يعني يمكن نقلها إلى دول أخرى، نقلها لأن اليوم جهود السلامة المرورية في الدول الإفريقية بما فيها شمال إفريقيا هي مشتتة بين كل الوزارات، الداخلية والنقل والصحة والتجهيز تعدد المستدخلين، وبعد تضيع القضية وكل واحد يشتغل، واحد ما يشتغل، واحد يرمي الكرة الآخر. ووزارة التربية كذلك مسؤولة معنا، وزارة الشباب معنية، كل الجهات، ما فيش وزارة في الدولة. أسألني أي سؤال أي وزارة نقول لك دورها في، نشخص لك ونعطيك دورها وين يكون. لذلك هي قضية مجتمع، هي مسؤولية مشتركة، لا يمكن للدولة
أن تحل المشكلة بمعزل عن الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع العام. ونفس الشيء المجتمع المدني لا يمكن له أن يكون هو الفاعل الرئيسي، لابد أن يكون مكمل لهذا هذه الجهود ويعارض جهود الدولة. إذن أعتقد أنه من خلال هذه الأرضية التي أصبحت متاحة في التعاون الإفريقي، من خلال أنه التسمية في حد ذاتها عند دلالات المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية، يعني ننتظر أن هناك منتدى ثاني وثالث ورابع ويقيم الأداء والمخرجات التي تم يعني الوصول إليها في المنتديات السابقة، وهل أنجزنا ونقيم إنجازاتنا مدى فشلها مدى نجاحها. من خلال التوصيات يتم تقييم هالتوصيات طبعا، وأنا أدعو أن المنتدى هذا يعني يتنقل، بحيث أنه لما يتنقل يخلي الدولة اللي تستضيفه أو تنتظم فيها تتحمل مسؤولياتها في أنها تنجز أشياء، لا تستضيف أو تنظم فقط، لا أنا لابد هذا تنظيمه في أي مدينة أو أي عاصمة أو بلد إفريقي لابد أن يضيف لهذا البلد ويغير من واقعه الرديء ويحسن من معناها مستوى السلامة. نتمنى ذلك أستاذ فريقي، شكرا على قبول الدعوة وشكرا على كل هذه التوضيحات وكل هذه المعلومات، شكرا لكم. وشكرا لك سيدة خديجة كرامات، وانت كنت يعني كريمة اليوم معنا سخية في هذا اللقاء التلفزيوني الرائع. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا بكم دائما على بلاتو قناة الوزارة. أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم وإلى لقاء قادم بحول الله.